بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا العقيد عبد الجبار محمد عقيدي من مرتبات إدارة الأشغال العسكرية الرحبة 691 معاون قائد الرحبة، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي مع بعض العناصر عن جيش النظام الأسدي الغاشم وانضمامي إلى الجيش الحر، وذلك للأسباب التالية: انحراف الجيش عن مهمته الأساسية وهي حماية المواطنين وتحوله إلى عصابة لحماية آل الأسد. ثانيا، الإمعان في الممارسات الوحشية في القتل والتدمير. وأدعو كافة زملائي الضباط للتخلي عن هذا النظام الساقط لا محالة بإذن الله، وعاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر. الله أكبر.